عناوين نشرة الليلة: كاميرات مغارة علي بابا نراها ولا ترانا. خلصنا وقف الكاميرات واليوم اضطرينا ناخذ قرار آخر. مملكة موريس جعجع الجنسية، ما خفي أعظم. إتجار بالبشر هو بده يكون متألف من ثلاث عناصر. زعيتر يلزم أمن المطار بالتراضي. لا يمكن عقد النفقة إلا إذا توافر لها هذا الاعتماد وأكيد بالكامل. بنما ليكس تهريبة العصر، زعماء ونجوم. There's breaking news with the biggest leak in the history of data journalism that has just went live. أزمة كرباخ، حرب روسية تركية بالوكالة. الهدف الأساسي تشغيل روسيا وفلاديمير بوتين بفتح شبه جديدة. وفي النشرة: بحرهم لوحة فنية وبحرنا نفايات. هذه العناوين وتفاصيل أخرى تتابعونها في النشرة بعد قليل. مساء الخير. بلاد الباب المخلوع تكاد لا تحصي فضائحها، وتلفها الشبكات الضاربة عمقا في الفساد وصانعيه. ما عدنا نتحدث عن النفايات ومالكيها السياسيين، صار الرئيس وراءنا والتعطيل نهجنا والحكومة المخلعة قائدة مسيرتنا. لكن أن يصبح الفساد سيدنا فتلك مسألة لا تحتمل وجهتي نظر. واللافت أن حزب الله الذي كانوا يشكون سلاحه ويعترضون على دويلته ضمن الدولة هو عينه الذي كشف عن شبكتين: اتصالات ودعارة. والحزب الذي يعمل على أمن وقائي وأمن محاربة الإرهاب أصبح عاملا أيضا على الأمن الاجتماعي بعدما طلب ضحايا شبكة جوني اللجوء إلى الضاحية ليقينهم أنهم سيقعون بين أيدي أشرف الناس. وما برز من معلومات عن ملف شبكة جوني يؤكد أن شخصيتين من المعارضة السورية كانتا تعملان على خطها لكن على الطريقة الداعشية، أي بانتقاء الأقليات وأخذهن سبايا لبيعهن في سوق الدعارة وهن بنات البلد. وتقول المعلومات إن الحزب لم يلجأ إلى تسليم الضحايا من الفتيات إلى أي جهاز أمني حتى ولو كان مختصا ليقينه أن الملف لن يبصر نهايته، بل آثر تسليمهن إلى قوى الأمن. والشبكات لا تنضب، والدعارة أنواع، بينها البغاء الذي تمارسه بلدية بيروت عبر فضيحة كشف عنها النائب وليد جملاط، وقد أتانا بلال حمد بتوضيح لا تحمد عقباه، إذ إنه كمن يؤكد الواقعة ويخفض سعرها أو أسعارها التي بقيت مرتفعة جدا، غير أن النص يشي بما هو أعظم. فإذا كانت الكاميرات المشكو من أسعارها ومتعهدها موصولة فعلا بالألياف البصرية، فمعنى ذلك أننا بتنا أمام فضيحة بجلاجل، حيث أن الكاميرات مرتبطة بالألياف، والألياف موصولة بمرسيليا في فرنسا، والعالم سيتفرج علينا. إذن غرفة أغلى من القصور وكاميرات عاطلة من العمل بملايين الدولارات. صفقة كاميرات بلدية بيروت لا من شاف ولا من حاسب. تحقيق نوال بري. لا يمكن وصفها بمغارة علي بابا، فالأخير لم يصل به الأمر إلى سرقة فتات الخبز من الأشياء، والحرامية يتعدون من دون شك 44. الجوع القديم الذي تحدث عنه النائب وليد جملاط على تويتر ليس بجديد،
$50 مليون وهي تكلفة كاميرات مراقبة في بيروت بحسب ما كتب جملاط ليست من نسج خياله الافتراضي، ولو أنها جاءت لغاية في نفسه. القصة ترجع إلى عام 2014 عندما كانت البلدية وخلفها وزارة الداخلية على عجلة من أمرهما لوضع كاميرات بسبب الوضع الأمني، حتى إنهما لم يسمحا لكامل أعضاء البلدية بالاطلاع على تفاصيل العقد مع شركة غوارديا التي يقول جنبلاط إن جهاد العرب وراءها. وقد وصلت التكلفة فيه إلى $36 مليون أمريكي، ومن كان على عجلة من أمره لتركيب كاميرات مراقبة ها هو اليوم بعد عامين ينتظر دفع $16 مليون أخرى لتركيب الألياف البصرية لكي يبدأ العمل بالكاميرات العاطلة من العمل، وبالتالي فإن المبلغ الإجمالي قد يصل إلى $52 مليون. رسع العقد على الشركة ب $36 مليون بوقتها كمان كان الملاحظات أخرى نحن أنه يعني في نقل المعلومات من الكاميرات إلى مراكز التحكم، هذا الشيء كان بوقتها لازم يصير يما بطريقة لاسلكية يما عن طريق الفايبر أوبتكس، وهيدول في نوع من حصرية بالفايبر أوبتكس موجودة مع وزارة الاتصالات الأجيرو. طلبنا باتفاق مع وزارة الاتصالات مع الأجيرو يحدد أنه هالكاباسيتي موجودة، القدرة على نقل المعلومات إذا موجودة ولا لا، وقديك الفتح تنعرف يمكن كان أرخص لنا بوقتها نحط لسلكي يمكن هذا. لم يتابع هالموضوع برأيي بالشكل الصحيح وركبت الكاميرات والكاميرات واقفة نحن عم نتفرج عليها بدل ما هي تتفرج علينا، صار لها سنة واقفة الكاميرات، واليوم اضطرينا ناخد قرار آخر لتركيب شبكة ألياف ضوئية للبلدية خاصة بالبلدية، واتخذ قرار مجلس البلدية كمان بسعر عالي $16 مليون. فوقف عند الأجيرو بيقولوا أنه لا هني عندهم الحصرية بتركيب وبعتقد بالقانون معهم حق وهني بيركبوا هالفايبر أوبتيك هالشبكة للبلدية إذا في من ضرورة لتركيب شبكة اتصالات للبلدية. واليوم البحث جاري بين البلدية والأجيرو ليلاقوا نهاية لهالموضوع. حساب بسيط لقيمة الكاميرات يوضح كيف تعمل البلدية وخلفها وزارة الداخلية وديوان المحاسبة. العقد شمل 2000 كاميرا منها المتحركة والثابتة والمخصصة لالتقاط صور بلوحات السيارات، ووفق المختصين فإن التكلفة الأعلى لكل كاميرا قد تصل إلى $7,000، وبالتالي إذا قررنا إعطاء أعلى تكلفة لكل الكاميرات يكون المجموع $14 مليون. يبقى إذن $22 مليون لتجهيز غرفة تحكم وهي جاهزة لدى قوى الأمن الداخلي من الأساس وللصيانة لمدة 5 سنوات، لتكون بذلك هذه الغرفة أغلى من أهم القصور والصيانة ملكية. أما بالنسبة إلى الألياف البصرية فسننتظر الاتفاق الذي ستصل إليه البلدية مع أجيره على أن يكون جنبلاط قبل وزارة الداخلية راضيا عنه، فالاتفاقيات النووية اللبنانية لا تمر إلا بالتراضي، وإلا فتويتر بالمرصاد. نوال بري، قناة الجديد. التحقيقات في قضية شبكة الدعارة تكشف أسماء جديدة لها امتدادات في دول عربية، والأمن العام يوضح للجديد مسألة التوقيفات السابقة لهذه الشبكة. أبو النور اسم جديد ظهر في قضية شبكة الدعارة، وبحسب مصادر متابعة للملف فإن أبو النور الذي يحمل الجنسية السورية يدير شبكات دعارة في غير دولة عربية، إذ يقوم بإغراء الفتيات السوريات بتوفير فرص عمل لهن في الدول التي يدير فيها شبكاته، ولدى وصولهن إلى هذه الدول يقوم أشخاص يعملون معه بابتزازهن لدفع مبالغ مالية غير قادرات على دفعها، وعندئذ لا يجدن سبيلا سوى ممارسة الدعارة، وفي حال الرفض يصار إلى تعذيبهن وإجبارهن على ذلك. الإتجار بالبشر هو بده يكون متألف من 3 عناصر بالتحديد، يعني أي عنصر من هالثلاثة مش متوفر بيبطل فينا نحكي عن إتجار البشر. بده يكون في خداع صار ببلد المنشأ، بده يكون في وسيلة نقل، بده يكون في نقل، النقل بيكون أكيد يا شرعي يا غير شرعي، وبده يكون في استغلال صار ببلد المقصد. اللافت في هذه القضية أن الأمن العام كان قد أوقف الشبكة عينها في تشرين الأول عام 2015، وباعتراف الفتيات فإنهن كن يمارسن الدعارة من دون ذكر مسألة التعذيب،
وبحسب معلومات الجديد فإن الموقوفين من الفتيات ومديري شبكة شيموريس أفرج عنهم بسندات إقامة. توفرت معلومات للمديرية العامة للأمن العام أنه في مخالفات وأمور مخالفة للقانون عم بتصير بشيموريس. على أثر هذه المعلومات تم وضع النيابة العامة بمعطيات وحيثيات المعلومات، وتوجهت الدورية بناء لإشارة النيابة العامة إلى شيموريس ومالها سيلفر وبناية المرجان، وتم توقيف جميع الموجودين كانوا بهالأماكن الثلاثة وأحضارهم إلى المركز، وتم تحقيق معهم وصار التحقيق بإشراف النيابة العامة. تم التوسع بالتحقيق طبعا تحت إشراف النيابة العامة، وصدر إشارة بإحالتهم إلى المراجع المختصة يلي هي كانت المحكمة العسكرية ومكتب مكافحة الأداب بقوى الأمن الداخلي. الفتيات جرى توزيعهن على الجمعيات المعنية بمتابعة مثل هذه القضايا وتوفير العلاج النفسي اللازم لهن، مع الإشارة إلى أنها المرة الأولى التي يصار فيها إلى مثل هذا التدبير واعتبارهن ضحايا لا عاملات في الدعارة، ما عد تقدما نوعيا بعد صدور التشريعات عام 2011 المتعلقة بالإتجار بالبشر. النصوص القانونية متضاربة بقانون العقوبات، لأن إلى جانب النص الأساسي لمكافحة الإتجار بالبشر هناك نص مقابل هو معاقبة الدعارة، وبالتالي هالتضارب بالنصوص يؤدي إلى عدم حماية جدية لضحايا الإتجار بالبشر، لضحايا الإتجار للنساء المستغلات في من الناحية الجنسية. جريمة الإتجار بالبشر هي ثالث أكبر جريمة في العالم منظمة بعد تجارة المخدرات وتجارة الأسلحة، وتدر تقريبا ما يقدر ب 150 مليار دولار سنويا من الأرباح، وبالتالي من الطبيعي أن يكون هناك شبكات من الفساد وراء هؤلاء المتاجرين. هذه القضية يبدو أنها تحمل كثيرا من الخفايا، وأن العامل الأساسي في إثارتها وتحولها إلى قضية رأي عام هو العدد الكبير من الفتيات والظروف الإنسانية التي عشناها، بينما في السابق كان هناك بعض الحالات الإفرادية المشابهة، إلا أن القضاء المعني لم يعالج المسألة بالطريقة عينها مثل شبكة شيموريس. باسل العريضي، قناة الجديد. بنما ليكس أكبر عملية تسريب للوثائق في القرن 21. مليارات الدولارات تعود لرؤساء دول حاليين وسابقين ونجوم وإعلاميين. ما الذي يجمع بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والبرغوث الأرجنتيني ليونيل ميسي والممثل الأمريكي الصيني جاكي شان؟ قوة القيصر السياسية توازي قوى ميسي الكروية وقوة تشان في فنون القتال، على أن ذلك ليس مكمن الجمع. فالثلاثة الزبائن في شركة محاماة واحدة اسمها موزاك فونسيكا تقدم خدمات تشمل تأسيس شركات في مناطق تصنف بأنها جنة ملاذ ضريبي كجزر العذار البريطانية وقبرص وسويسرا، والشركة تدير ثروات لأشخاص لا يودون أن تكشف ثرواتهم. وهؤلاء الثلاثة ليسوا سوى زبائن من بين مئات الزبائن من العيار الثقيل. بدءا من يوم الأحد بدأت أكبر عملية تسريب للبيانات في تاريخ العالم، وهي بيانات تكشف أكبر عملية تلاعب مالي تتمثل في التهرب الضريبي لكبار الأسماء. أكثر من 100 وسيلة إعلامية في 76 بلدا بدأ نشر أكثر من 11 مليون ونصف مليون وثيقة. العملية نسقها الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين، ووصفت عمليات التسريب بالأضخم في تاريخ الصحافة. الأسماء المكشوفة من العيار الثقيل تتنوع بين رؤساء دول حاليين وسابقين ونجوم من الصف الأول، وتظهر البيانات أن شركة موساك فونسيكا كان لها دور محوري في إدارة عمليات تبييض الأموال وأعمال غير مشروعة تشمل الإتجار بالسلاح والمخدرات والدعارة وإخفاء الأملاك. يمشي ميسي حتى الله في الشباك. تبين أن قدرة ميسي على التهرب وتجاوز المدافعين توازيها قدرة على التهرب الضريبي، إذ أن البيانات المسربة تكشف تورط ميسي ووالده في شركات عدة أنشأتها شركة المحاماة للتهرب من الضرائب في إسبانيا. أما القيصر الذي عاقب جشع أصحاب المصانع يوما في هذا الفيديو الشهير، فتكشف البيانات أن جشعه يوازي ملياري دولار. أما في عالم السينما فورد اسم الممثل الأمريكي من أصل صيني جاكي شان في البيانات.
لائحة تكاد لا تخلو من اسم أمير أو ملك عربي. أبرز الأسماء الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز وحاكم إمارة أبو ظبي وأمير قطر السابق ورئيس مجلس الوزراء القطري السابق. الوثائق تثبت تورط أقرباء الرئيس السوري بشار الأسد في عدد من الشركات والحسابات وكيف استخدمت هذه الشركات بهدف تمويل الحرب السورية. That firm, Mossack Fonseca. الوثائق تنشر تباعا وبيانات الرد من المتورطين كذلك، لكن كل ذلك لا ينفي أن العالم السياسي والاقتصادي قد تلقى أولى صفعاتهم اليوم، والصفعات ستتوالى بعدد الوثائق 11 مليونا. آدم شمس الدين، قناة الجديد. الحرب الروسية التركية بدأت ومسرحها ناغورني كاراباخ. تحقيق خاص للزميلة دارين دابوس. ناغورني كاراباخ عبارة تفسيرها جبال الحديقة السوداء. إنه الإقليم الجبلي المتنازع عليه بين جمهوريتي أذربيجان من الشرق وأرمينيا من الغرب، وهو إقليم فقير بموارده الاقتصادية. عاد ليؤجج الخلاف الذي توقف شكلياً بين الجمهوريتين على صورة وقف لإطلاق النار عام 94، وانتهى أنذاك بانفصال أرمن الإقليم عن أذربيجان بعد معارك كلفت آلاف القتلى ومئات المهجرين والمبعدين. فهل عادت الحرب رسمياً بين أرمينيا وأذربيجان؟ قبل أيام مضت خرقت الهدنة القائمة منذ نحو 20 عاماً. وقعت معارك وصفت بالأخطر بين أرمينيا وأذربيجان في الأقليم المتنازع عليه، سقط إثرها أكثر من 30 جندياً من الطرفين. القوات الأذرية من جهتها أعلنت وقف إطلاق النار، لكن القصف ما زال متواصلاً. فهدد الرئيس الأرمني بالاعتراف باستقلال الأقليم في حال تصاعد القتال. روسيا الحاضنة والحليف الأكبر لأرمينيا في القوقاز المشغولة في الحرب السورية وفي الوضع الهش في أوكرانيا تتخوف من انتشار العنف في القوقاز، بدأت جهودا حثيثة لإنهاء هذا الصراع، في حين برزت تركيا التي تربطها علاقة عرقية وتاريخية بأذربيجان برزت من داخل النيران المشتعلة في الأقليم داعمة لباكو ذات الأغلبية الشيعية. هدف الأساسي تشغيل روسيا وفلاديمير بوتين بفتح شبه جديدة. ثروات روسيا الهائلة حاطين عيونهم عليه بلين ينبونها. مستفيد الأكبر تركيا، أهم شيء ضيق بوتين. بوتين اتصل بعليف قال له أنه بدك وقف الحرب، وقال له بدي يكون نتائج وخيمة عليك. فيك تتصور خلال دقائق أخذوا مثلا قرية طليش، فاتوا فيه، ذبحوا كل الموجودين حتى قصوا أذان تبعهم. ويصف متابعون الصراع القائم في كاراباخ بأنها حرب بالوكالة بين أنقرة وموسكو. كاراباخ بتاريخه ما صار اسم من أذربيجان، كان اسم من الاتحاد السوفيتي، هذا كان موجود. أردوغان كان كثير غاضب على بوتين على روسيا، ورجع حرّت أليف وصلحوا أعطوا نحن معك، نحن كلان، نحن أخوة، نحن إلى آخره. وهو السن هذيك الشيعة شو كيف عم بيصيروا أخوانا لحتى لما نفهمان إيه؟ وهاجموا على كاراباخ فجأة بين ليلة وضحاها، وفاتوا تقريبا 20 كيلومتر بأول أيام. الحرب في الجمهوريتين بدأت على ما يبدو من غير رجعة، حيث لا تظهر في الأجواء أي خيارات ولا أي حلول سلمية، لا سيما بعد أن سجل حزب التاشناك ارتكاب القوات الأذرية جريمة مروعة في تاليش كاراباخ المنطقة السكنية وتسببها بسقوط عدد من الضحايا المدنيين. دارين دعبوس، قناة الجديد. شن عناصر من حزب الله هجوما على موقع لتنظيم داعش في الزويتين في جرود رأس بعلبك، ودمروا غرفة محصنة للمسلحين وقتلوا وجرحوا عددا منهم. وأفادت مصادر قناة المنار بأنه ولد استخدام المسلحين تعزيزات إلى الموقع المهاجم، استهدفهم عناصر الحزب بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية، وأوقعوا في صفوف التنظيم مزيدا من الإصابات. وقد سجلت اشتباكات عنيفة فجرا بين مسلحي داعش وعناصر الحزب استمرت ساعة، تمكن فيها حزب الله من تدمير أحد المراكز المحصنة، وأسفرت المعركة عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف داعش، وتمكن عناصر الحزب من احتلال المركز.
وزير الاتصالات بطرس حرب يعلن أن كشف شبكة الإنترنت غير الشرعية زاد مداخيل الخزينة من الإنترنت بنحو 15%. في عين التينة تداول رئيس مجلس النواب نبيه بري ووزير الاتصالات بطرس حرب حالة الفراغ المستمرة في رئاسة الجمهورية وتأثيرها في عمل مجلسي النواب والوزراء، إضافة إلى ملف شبكة الإنترنت غير الشرعية. حكيت مناسبة أني أشرح لدولة الرئيس عن الإنجاز اللي عملته وزارة الاتصالات بكشف شبكة المخابرات الإنترنت الدولية، وأبلغ دولته أنه من يوم اللي كشفت هذه الشبكة حتى اليوم زاد عنا 15% من مداخيلنا من الانترنت، وهذا بيأكد على انه في اضرار كانت عم تلحق شبكة الانترنت غير الشرعية عم بتطال الخزينة اللبنانية ومداخيل وزارة الاتصالات. كما كان مناسبة ايضا للبحث مع دولة الرئيس في اقتراح القانون للتعديل الدستوري حول اعتبار كل نائب يتغيب عن 3 جلسات متتالية دون عذر شرعي أنه يعتبر مستقيلا. ومن زوار بري، الهيئة الإدارية الجديدة لنادي الغولف برئاسة رياض مكاوي وعضو المجلس الوطني الفلسطيني باسل عقل وأمين سر الحزب التقدمي الاشتراكي السابق المقدم شريف فياض. أهلا بكم من جديد. الجديد تكشف مستندات تتعلق بمناقصة لوزارة الأشغال وبعقد إعارة معدات أشعة. بال2010 تم موضوع سور المطار، أمنا الاعتمادات نحن. تحدث وزير الأشغال غازي زعيتر خلال مؤتمره الصحفي الأخير عن تلزيم حماية سور المطار، مطالبا مجلس الوزراء بإقرار الاعتمادات اللازمة، وهي بحسب زعيتر 1,400,000 دولار، علما أنه بحسب هذا المستند الذي حصلت عليه الجديد فقد أقر مجلس الوزراء 5,000,000 دولار لهذه الغاية في العام 2010، إلا أن المناقصة المحصورة التي حصلت أقرت بتلزيم شركة أراكو للإسفلت اللبنانية بسعر يصل إلى حوالي 6,400,000 دولار، أي يفوق المبلغ المحدد ضمن اعتمادات مجلس الوزراء بحوالي 1,400,000 دولار، إلا أن ديوان المحاسبة وبحسب الوزير رفض هذا المبلغ وطلب بتخفيضه. حيل الملف إلى ديوان المحاسبة، أعيد الملف للإدارة بطلب تنزيل إضافي بالأسعار. وفقا للمادة 57 تحديدا من قانون المحاسبة العمومية، لا يمكن عقد النفقة إلا إذا توافر لها هذا الاعتماد وأكيد بالكامل، لا يمكن أنه يتم الرجوع عنها أو يعني إعادة النظر إلا من قبل الديوان نفسه أو من قبل مجلس وزراء إذا كان في ريزون ديتا، يعني مصلحة للدولة عليا. قرار ديوان المحاسبة ملزم للوزارة؟ طبعا. إذن قرار ديوان المحاسبة ملزم، إلا أن الوزير يتخطى هذا القرار ويطالب بالمبلغ الذي عرضته الشركة، بل هدد مجلس الوزراء بأنه في حال عدم إقرار الاعتمادات سيدعو الشركة إلى مباشرة العمل، وهو الأمر المخالف للقوانين، ويضع الدولة تحت الأمر الواقع خدمة لمصالح الشركة. نعم، المطلوب كان سور المطار هو بحدود 1,400,000 دولار، ما بيتأمن المبلغ. أنا رح أطلب من المتعهد مباشرة بالعمل، أو أمر أعطيه أمر المباشرة بالعمل. شو الآلية القانونية؟ يفترض تلغى هيدي المناقصة؟ طبعا طبعا جديد. طبعا أكيد، لأنه ما فيك تمشي مناقصة بمبالغ منا مرصودة حسب المادة 57 من قانون المحاسبة العمومية، بده يكون الاعتماد كله متوافر. عدا هذا الملف، تظهر مذكرة التفاهم هذه بين وزارة الأشغال العامة والنقل وشركة مجموعة الحمراء عقد إعادة جهازين لكشف الأشعة مدته سنة، وقد وقع العقد الوزير زعيتر، علما أن لا مكان للإعارة في قانون المحاسبة العمومية. ما في عقد إعارة، في مناقصات تجرى وعقد نفقات، وهذا عبء، وهو بمثابة عقد هبة مشروطة على عاتق الدولة اللبنانية، يلقي عليها أعباء ولا تسترد هذه الأعباء، لأن رح تكون ملزمة بعد مهلة السنة، أكيد مش رح تيجي تفكك هالمعدات، رح تضطر أنها تلزم بهذا العقد وبالتالي تعمل عقد مصالحة. ثبت للجميع العكس، أنه لا، غازي زعيتر هذا الوزير الذي ينتمي إلى كتلة التنمية والتحرير وحركة أمل كان السباق في موضوع تلزيم سور المطار اللي هو مقرر من 2010.
إذن هو عقد في غير مكانه، والهدف منه فرض هذه المعدات على الدولة بعد انتهاء مدة سنة، وبذلك يكون الوزير زعيتر قد لزم بالتراضي شركة اختارها من دون إجراء المناقصات اللازمة. القمة الروحية المسيحية تؤكد ضرورة إعطاء انتخاب رئيس جديد للجمهورية الأولوية القصوى. عقب القمة الروحية التي التأمت في بكركي بدعوة من البطريرك الماروني بشارة بطرس الراعي، نشد المجتمعون في بيان لهم المسؤولين العمل الجاد لدرء خطر الإرهاب ودعم الجيش اللبناني، ورأوا أن الحل السياسي هو الوحيد المتوخى لعودة النازحين إلى ديارهم، وأن لبنان بحاجة إلى دعم دولي لمواجهة هذه الأزمة. يؤكد المجتمعون على ضرورة إعطاء أولوية قصوى لانتخاب رئيس جديد للجمهورية بموجب الدستور، بعد شغور هذا المنصب منذ 22 شهرا. يناشد الآباء المسؤولين في لبنان إيلاء سلامة البيئة بكل مكوناتها أهمية كبرى، كما يصرون على ضرورة تحقيق الشراكة الحقيقية في إدارة شؤون الدولة والتي توحي بالإطمئنان لجميع المواطنين. وأكد المجتمعون أن الكنيسة ستبذل جهدها للمحافظة على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين مع الحفاظ على حقوق المواطنين وواجباتهم. الكتلة الشعبية تحيي ذكرى معارك زحلة، وسكاف تشدد على وحدة الدم. في ذكرى معارك زحلة التي تصادف في الثاني من نيسان، أقامت الكتلة الشعبية احتفالاً للمناسبة على مسرح الكلية الشرقية في المدينة، كرمت في خلاله عائلات الشهداء الذين سقطوا في هذه المعارك قبل 35 عاماً. عن جمر ربيع تمرد على القحوان فضرفلته سنبلة نبتت في عملية تسلل إلى الصيف الحار. وفي كلمة ألقتها للمناسبة، أعلنت رئيسة الكتلة مريم سكاف قرار الكتلة الشعبية بإعادة النصب التذكاري لشهداء زحلة إلى ساحة الشهداء في وسط المدينة، مؤكدة حق زحلة بامتلاك القرار. من هون نحن منصر إنه حق زحلة يكون قرارها بإيدها من هون النبع. لغيرنا المجرى، وما حدا بيقدر يلغي دور هالمدينة يلي حاربت الجيوش. وقد حضر الاحتفال إلى رئيسة الكتلة حشد من نواب المنطقة وفعالياتها الروحية والحزبية والبلدية، إضافة إلى أهالي زحلة. جولة سلام وتوعية مرورية نارية في صور. رسالة محبة وسلام حملها عشرات الدراجين وسائقي السيارات الرياضية الموحدة إلى مدينة صور الجنوبية. وقام المشاركون من جمعية BMW Series 6 Club لبنان من كل الطوائف والمناطق اللبنانية بجولة حول سارية أطول علم في لبنان عند الكورنيش الشمالي في المدينة، حيث كان في استقبالهم عدد من أعضاء بلدية صور وشرطتها التي تولت تنظيم دخول الدراجين. وإن شاء الله بنقدر نقدم دائما هيك شغل، بنقدر نعمل شيء للوطن. أنا نجى اليوم لتوعية الشباب والعالم على أساس كل شيء خاصة بالسرعة وهيك، إنه شغلة وفي رخص كلنا نسيكير وكذا، سو إن شاء الله الكل يعني يلتحق بهذا الشيء، لأنه في ناس عم بيساعدوا لنا وجهنا يعني مثل ما بيلحقوا كل القصص. إن شاء الله شي نهار من الأيام كله بيصير ماشي على القانون. كمان بشجع البنات إنه ما يخافوا، والمجتمع عندنا ولفت منسق الجمعية محمود ناصر إلى أن الدراجين والسائقين قد اختاروا مدينة صور من خلفية تاريخ هذه المدينة ورمزية التعايش فيها. وقبل متابعة النشرة معي مباشرة عبر الهاتف وزير الأشغال العامة والنقل مع الوزير غازي زعيتر. مساء الخير معاليك. يسعد مساكم. أهلا وسهلا فيك، تفضل. حقيقة حبيت بهالمداخلة أنا، بس أولا مشان ما يتوش الرأي العام، ثانيا لتوضيح، ويا ريت كنتوا سألتوني أنا،
كنت اعطيتكم المستندات والوثائق بالتفصيل والدقيق. ما صار شيء من حط الراي والراي الاخر، تفضل. راح معلش هذا الراي راح اعطيك المعلومات انا والمستندات. تفضل. او بمعنى مضمون المستندات القانونيه والحقيقيه. القرار المتخذ من 2010 بالنسبه لسور المطار واللي بيقول 5 ملايين دولار صحيح، ولكن هذا بعد بدون ما يحطوا تي في اي والمكتب الاستشاري بعد ما عمل اعاده دراسه او دراسه تحديث للدراسه، هيدا ماشي. وانا المبلغ كان متوفر عندي لانه سمعت احد الاساتذه بيقول اذا مش متوفر الاعتماد ما ممكن تروح على اداره المناقصات. نعم. المبلغ السنه الماضيه كان متوفر بموازنه وزاره الاشغال العامه اللي هو 5 ملايين زائد المبلغ الاضافي اللي هو، ولكن عندما مرت السنه 2015 وصرنا بال 2016 بيسقط الاعتماد. لهذا صرنا بدنا نطلب الاعتماد مجددا من مجلس الوزراء. هذا هو كل الوقائع. المبلغ المليون و400 الف دولار اول شيء يستعر كما هو من سنه 2010، هذا من جهه، ولكن حين ذاك لم يلحظوا لا تفئه ولا مكتب استشاري شو اتعابه اللي هو بيعمل الدراسه وبيحدث الدراسه لسور المطار من 2010 ل 2015. نعم. هذا المعلومات الدقيقة والصحيحة، وإذا بدكم بالمستندات كمان أهلا وسهلا لكم للرأي العام كمان ليعرف الحقيقة. معلش عم تقولي الرأي والرأي الآخر، أنا مش قصة رأيي، هيدا هيدي مستندات بين دي بين بين في لدى نعم. وزارة الأشغال العامة والنقل، مش عندي أنا هيدي أو نعم. رأيي أنا. طيب معليك بموضوع العلاقة مع مجلس الوزراء بهالموضوع بالتحديد، يعني حكي عن ضغط على مجلس الوزراء أو ما يشبه التهديد لمجلس الوزراء بأنه إذا لم يقر الاعتماد سيتم التلزيم من خارج المجلس. تفضل. لحظة ساعتها مضطر أنا للسلامة العامة، هذه هي مضطر، يعني أنا نوع من يعني الحس لمجلس الوزراء أنه تفضلوا أمنوا هالمبلغ. نعم. أول شيء ما بدنا نربط بين سور المطار والحقائب اللي طالبته من وزارة الأشغال 6 مليارات و400 مليون أو 6 مليارات و600 مليون حسب الكتاب الموجه لمقام مجلس الوزراء، هذا من جهة، وبين التجهيزات أيضا الأخرى، هيديك التجهيزات المطلوبة كان تجهيزات أمنية وغيرها. نعم. حتى كسر الموج أيضا بيحتاج لتمويل، بس ولكن خليني بهالنقطة اللي أثرت فيها. تفضل. موضوع سور المطار. 5 ملايين دولار صح؟ السنة الماضية نحن أرسل والاعتمادات كانت متوفرة، خليني بالحرب للمواطن يسمع بالتفصيل وشوف ليش البعض بيحاول يشوه الحقيقة ويحاول يدور إذا صح التعبير. هيدا من جهة، 5 ملايين والمليون و400 كانوا متوفرين مع بموازنة الأشغال السنة الماضية 2015، عندما بتمر السنة المالية بيسقط الاعتماد. هذا اللي حصل، من شان هيك طالب المليون و400 ألف دولار من مجلس الوزراء بالإضافة إلى ايضا مبالغ اخرى لتامين تجهيز لان صعدت هذه الاعتمادات. نعم. انا بشكرك كثير، شكرا. بس حبيت وضحه، ويا ريت كنتوا سالتوني من البدايه، كنتوا يعني ارحتوا حالكم وارحتوا المواطن من هالهكاوي. كسبنا صوتك معالي، كسبنا صوتك على النشره. شكرا كثير على هذه معك حق، الله يعطيك العافيه، جبرتوني انكم تسمعوا صوتي. اهلا وسهلا فيك. شكرا كثير معليك على هذه المعلومات، معالي وزير الأشغال والنقل غازي زعيتر. صفحة أخبار منوعة من العالم في هذا التقرير. نعم، يقال للكلاب حظوظ، لكن أن يصل الأمر إلى حد عيشها في فندق 7 نجوم فهذا قمة العجب. فقد نشرت صحيفة غولف نيوز مقالا جاء فيه أن دبي تقدم خدمات فاخرة ورعاية كاملة للحيوانات كالكلاب وغيرها في خلال فترة إقامتها من صحة ونظافة وتغذية، بما في ذلك الفنادق ذات 7 نجوم. هذا الشاب يمكنه الغوص 45 دقيقة تماما كالسمكة، وذلك بفضل جهاز خياشيم صناعي صممه مهندس كوري جنوبي. هذا الابتكار يتيح للإنسان الغوص مدة طويلة من دون الحاجة إلى الاستعانة بقارورة أكسجين. الجهاز الذي تم اختباره بنجاح يعمل بفضل وجود فتحات صغيرة به أصغر من جزيئات الماء، ما يعني أنها تبقي الماء خارجا وتسمح بمرور الأكسجين فقط. you
تحول الحيد المرجاني الصناعي في أرخبيل فلوريدا إلى معرض لوحات فنية، فإلى عمق 27 مترا نزل الغطاسون ومعهم مجموعة من اللوحات علقت على هذا الحيد لتؤلف مشهدا فنيا يتداخل وسحر الطبيعة. وهنا لابد أن نتذكر بحرنا الذي جعلناه في بعض المناطق معرضا للنفايات طمرا ورميا. أهلا بكم من جديد. اتفاق المبادلة يدخل حيز التنفيذ واللاجئون يعودون إلى تركيا. بدأ تطبيق الاتفاق الأوروبي التركي حول إعادة اللاجئين غير الشرعيين من اليونان إلى تركيا، حيث وصلت أول سفينة تقل 131 لاجئا من جزيرة ليسبوس اليونانية إلى مدينة إزمير التركية. الاتفاق الذي وقع في 18 من آذار الماضي وعرف باتفاق المبادلة أو واحد في مقابل واحد يهدف إلى الحد من تدفق اللاجئين إلى دول الاتحاد الأوروبي الذي وصله العام الماضي أكثر من 1 مليون مهاجر ولاجئ. هذا الاتفاق تنتقده منظمات حقوق الإنسان بشدة، وينص على أن يستقبل الاتحاد سوريا في مقابل كل سوري يعاد إلى تركيا من اليونان، وتتعلق بكل المهاجرين الذين دخلوا إلى اليونان بطريقة غير شرعية منذ 20 آذار، أي حوالي 6000 شخص، لكن على ألا يتجاوز العدد 72,000 شخص. وأعلن مسؤولون في وكالة فرونتكس لمراقبة الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي أن معظم المهاجرين الذين تمت إعادتهم في الدفعة الأولى هذه من الباكستانيين، ويرافق كل مهاجر ضابط يرتدي الملابس المدنية من الوكالة. وقال وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في الحكومة التركية فولكان بوزكير إنه سيتم إرسال اللاجئين إلى مراكز إيواء في مدينة عثمانية جنوبي تركيا. في المقابل وصلت أول دفعة من اللاجئين السوريين من تركيا إلى ألمانيا بموجب الاتفاق، فيما سينقل اللاجئون السوريون من ألمانيا إلى دول أخرى. وبموجب الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، فإن مقابل استيعاب الاتحاد آلاف اللاجئين السوريين من تركيا مباشرة، منح أنقرة المزيد من الأموال إلى جانب إحراز تقدم في المفاوضات الرامية إلى انضمامها لعضوية الاتحاد الأوروبي. وختامها مع رامي الأمين. سعيدة، بنما ليكس هي على الغالب أكبر فضيحة مالية بتاريخ الصحافة العالمية. 400 صحافة من حول العالم من 80 دولة وب25 لغة اشتغلوا على تحقيقات استقصائية بتكشف عمليات تهرب ضريبة وتبييض أموال لمشاهير من السياسة والفن والرياضة. بس يا خيي تعبوا الجماعة مزبوط، وهيك بتحس إنه مشتغلين يعطيهم العافية، بس عندهم ضعف بطريقة تقديم المادة. تعلموا، شوفوا مثلا موقع العربي الجديد عامل تحقيق من الوثائق كاشف فيه عن التهرب الضريبي بس للرئيس السوري بشار الأسد وبوتين وكم رياضي وفنان. بس ما شكله في شيء ناقص؟ هيك شيء مثلا ساقط سهوا؟ ملايين الوثائق تكشف ثروات سرية لقادة العالم، آل سعود وآل ثاني وآل نهيان أبرز العرب. بس يا أخي كمان في شيء ناقص بعنوان الأخبار، إنه عراسي مركزين على الشبيب الطيب هنه، بس أبو علي بوتين شو؟ قايلين عنه شي؟ شف لي، اضرب لي ضربة سيرش، بتلاقي لي أبو علي بوتين؟ وتحدثت الوثائق عن شبكة معقدة من الشركات والصفقات تداولت مبلغا بحوالي 2 ملياري دولار، وهي مرتبطة بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين عبر أصدقاء وشركاء، من بينهم شركات باسم صديق بوتين عازف تشيلو الشهير سيرجي رولدغون الذي كسب مئات ملايين الدولارات من صفقات مشبوهة. طيب عظيم ممتاز، بس يا أخي 2 ملياري دولار هودي إنه منهم كلمة بالتم؟ إنه على القليل ينحط بوتين بالعنوان، ولا ما بيستاهلوا قال بوتين يعدوا بالعنوان مع قال ثاني وقال سعود وقال نهيان؟ بس ليك شف لي، عمل لي سيرش،
شو قايلين الأخبار عن بشار الأسد؟ والرئيس السوري بشار الأسد. ايه والرئيس السوري بشار الأسد. ايه عم بقول لك الرئيس السوري بشار الأسد. اخي ايه شو بس هالقد. اه حلو كتير. اه هاي هي يعني بلبنان إذا بدك تعرف الحقيقة ما فيك تعرفها من محل واحد، يعني ما فيك تجيب جريدة تقراها وتعرف كل الحقيقة، بدك تبلش تقرأ نص الحقيقة بأول جريدة وتكمل لتاخد كل الحقيقة من جريدة تانية، بس أنه تقراها من جريدة واحدة انسى يا فوفي. تصبحوا على خير. كان في النشرة كاميرات مغارة علي بابا نراها ولا ترانا. صار لها سنة وقف الكاميرات واليوم اضطرينا ناخذ قرار آخر. مملكة موريس جعجع الجنسية، ما خفي أعظم. إتجار بالبشر هو بيكون متألف من ثلاث عناصر. زعيتر يلزم أمن المطار بالطرد. لا يمكن عقد النفقة إلا إذا توافر لها هذا الاعتماد وأكيد بالكامل. بنما ليكس تهريبة العصر زعماء ونجوم. There's breaking news with the biggest leak in the history of data journalism that has just went live. أزمة كارباخ، حرب روسية تركية بالوكالة. هدف الأساسي تشغيل روسيا وفلاديمير بوتين بفتح جبهة جديدة. وكان في النشرة بحرهم لوحة فنية وبحرنا نفايات. كان هذا كل شيء حتى الساعة، شكرا للمتابعة، نعود ونلتقي مجددا في تمام 11:30 بإذن الله، فكونوا على الموعد.